السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح احكيكم بموضوع جدا مهم. راح نحكي بلبنان او عن لبنان. لبنان هذا البلد الصغير، ولكن للناس اللي بتعرف او الاجيال القديمة، اهالينا الكبار والناس اللي بتحب تقرأ بالتاريخ وبتحضر مسلسلات وبرامج بتحكي عن تاريخ لبنان، راح تلاحظوا انه الصورة كانت غير الصورة اللي عم نشوفها اليوم. يعني هذا الجيل يمكن هو جيل مسكين يلي هلأ ولد، أو الجيل يلي هلأ عمره تقريبا 18 أو 17 سنة، ما بيعرفوا كتير عن لبنان غير الصورة اللي شايفينها اليوم، يلي هي للأسف مش حلوة أبدا. لبنان طول عمره كان بلد جميل بالمباني، بالبيئة تعيته، بالناس. بلد كان جدا حلو، بلد مضياف بالفن، طلع كتاب، طلع فنانين، طلع صحفيين، معروف شو هو لبنان طبعا، حتى بالتجارة وإدارة الأعمال، بالمغتربين. لبنان بلد معروف تاريخه. رح أعطي مثل بسيط، لو حضرتوا كلياتكم مسلسل إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، رح تلاحظوا بهذاك الوقت قديش كانت لبنان وبيروت سمعتها حلوة، قد ايه كانوا مضيافين. تتذكر هذا الرجال الطيب جدا اللي كان يضل يقول على راسي؟ يعني بتحبوا لبنان بسبب هذا المسلسل. راح تلاحظوا قد ايه كانت الناس رايقة، بشوشة، مضيافة، ما بيعين الفلوس ابدا، الناس شبعانة كانت. هذا كان لبنان، حتى بالسيارات، بالاغاني، لبنان فيروز، لبنان المطاعم، البحر، الجبل، كل شيء حلو فيه. فهذا كان لبنان زمان. للاسف اليوم الصورة مغايرة جدا، لبنان عنده واقع سيء، واقع كارثي. طبعا في ظروف كتير أدت لهذا الموضوع، يعني في ظروف خاصة بلبنان وشعبه، في ظروف خارجة يمكن عن إرادته، إلى علاقة بالساحة الإقليمية أو حتى بالساحة العالمية. يعني طبعا هاي الأمور ما حفوت فيها. قبل ما أبلش بهذا المقطع، أنا اليوم صراحة حبيت أحكي عن مشكلة موجودة بلبنان لها علاقة بالثقافة بالشعب اللبناني، للأسف يلي انزرعت فيه على مر هاي السنوات، خاصة بعد الحرب. في عادات سيئة موجودة بلبنان، ونحن لازم نكون صريحين مع بعض. أنا من فترة عملت أسوأ عادات عند الشعب السويدي، فمش عيب أبدا نحكي عن هذا الموضوع. لازم نتقبل مع بعض ولازم نكون صريحين مع بعض، ما فينا نضلنا نجامل بعض وعشان والله ما حدا يزعل وما حدا كذا. قبل ما أبلش بهذا المقطع بدي أقول إنه السبب اللي خلاني أصور هذا المقطع هو طبعا السبب الأساسي هو الحادثة الأخيرة اللي صارت بلبنان من إحراق للمخيم اللي ساكنين فيه اللاجئين السوريين بشمال لبنان. ولكن صراحة مش هذا هو السبب الوحيد، يعني لأنه في كتير حوادث عم تصير بلبنان بتدل على إنه في عن جد مشكلة حقيقية موجودة بهذا المجتمع. وهذا يعني اللي عم نسمعه هو انا متاكد شيء بسيط من الامور اللي عم تصير او القصص اللي عم تصير يوميا بلبنان، ويلي اصحابها اصلا ما بيسترجوا يشتكوا او يحكوا عنها لاسباب عديده. يعني قبل ما افوت بهذا المقطع بدي اقول انه انا هذا سويته والله العظيم بس لحتى اضوي على هاي المشكله كمصارحه مع الشعب اللبناني، بلكي بيوعوا من هذا الواقع اللي هن عايشينه، واقع اليم جدا، يمكن هن بعدهم ما حاسين للاسف، مع انه المشكله كثير كبيره. قبل ما افوت بهذا المقطع بدي اقول انا ما سويته كرها ابدا والله العظيم، انا سويته حبا للشعب اللبناني، بلكي بيوعوا بفيقوا. ايضا بدي اقول شغله، انه انا في يعني انا طبعا عندي كثير اصدقاء من لبنان هون بالسويد وبرا السويد، ويمكن افضل انسان او افضل شخص اشتغلت معه كان مديري، هو كان لبناني وصرنا اصدقاء بعدين، وانا لهلا انا يا صاحبي جدا جدا جدا. وهذا الانسان فعلا انا لهلا ما شفت يعني قلال جدا الناس اللي مثله بطبعه، باخلاقه، بصفاته الحلوه، معاملته، حتى بتدينه، انسان محترم جدا جدا جدا. طبعا هو بيعرف مع مين عم بحكي، انا بوجه له تحيه. انا طبعا سجلت عندي هون شويه ملاحظات لاحكي بهذا الموضوع. مثل ما قلت، لبنان طول عمره بلد حلو، ولكن للأسف اليوم في عادات سيئة جدا صارت عند الشعب اللبناني. أول عادة بدي أحكي فيها هي العنصرية. للأسف هذا واقع موجود بلبنان وما فينا ننكره أبدا، وعيب إنه نحن ما نصارح بعض أو ما نحكي بهذا الموضوع بس عشان ما نزعل بعض. يا جماعة، لبنان فيه عنصرية بقلب المجتمع، هاي حقيقة ما حدا بيقدر ينكرها. للأسف يمكن الشعب اللبناني على حد علمي هو الشعب الوحيد بالمنطقة تاعتنا كلياتها يلي بيتعنصر على غيره من الشعوب أو الجنسيات فقط لسبب الجنسية. يعني بنشوف إنه الشعب اللبناني الوحيد يلي بيقول لك أنا فينيقي، ما بقول لك أنا والله أنا مش عربي مثلا، أنا فينيقي،
او مثلا بقول لك انا لانه لبناني، فبتلاقي بس عشان الجنسية بشوف حاله على غيره. ما بعرف هاي الفكرة كيف انزرعت بلبنان وعلى اي اساس. ليش انت بدك تشوف حالك بس لانك لبناني؟ بكون انت انسان فاشل، بس لانه لبناني بتلاقيه بشوف حاله على غيره من الجنسيات. وهذا واقع ما لازم نجامل بعض. بنشوفه بيحكي يا مثلا بيشتم غيره بقول لك يا فلسطيني او يا سوري او يا مصري. هذول اكثر 3 جنسيات للاسف عم بيعانوا بلبنان، مع انه مصر معروف شو هي. يعني لبنان بده كثير اصلا ليوصل لمصر، يعني كقوه عم بحكي كبلد. يعني نفس الشيء سوريا، نفس الشيء فلسطين. فلسطين معروف شو هي اصلا، معروف يا جماعه. فلسطين قبل احتلالها بال 48 كان الخليج يروح يشتغل بفلسطين، معروفه حيفا وعكا وهاي المدن. اللي عم تعانيه فلسطين اليوم او الشعب الفلسطيني في له اسباب، اسباب هي الاحتلال والحروب والمشاكل. ومع هيك الشعب الفلسطيني يعتبر من انجح شعوب العالم، رغم كل الحصار اللي عم يتعرض له من تفقير ومن جوع، وخاصة بمحاربته بجواز السفر. انتو بتعرفوا فلسطيني ممنوع يسافر اصلا، يعني اكتر انسان بيتعذب بالسفر هو فلسطيني. قيود 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 عليه من دول الاجنبية ومن دول العربية. فهذا رغم كل هاي الظروف الفلسطيني بتلاقيه مبدع وشاطر وناجح، ومشاكله قليلة على فكرة. مشاكل الشعب الفلسطيني قليلة جدا. اذا نحكي على لبنان كمثل، اذا يعني اي شخص بروح بزور لبنان راح تشوفه فلسطيني عايش حياة ما في بني آدم بعيشها، يمكن مخيمات وظروف سيئة جدا بالحياة وفقر واكتظاظ سكاني وما في خدمات ومعاملة سيئة جدا. يعني هو فصل عنصري. لما تلاقي الفلسطينيين كلهم بعدهم لحد اليوم من 60 سنة محطوطين بمكان جغرافي محدد اسمه مخيم، ما هذا فصل عنصري. هيا نجينا نحن على السويد وعلى دول أوروبا مباشرة، عشنا بالمجتمع بشكل عام. هيا أنا عايش ببناية أنا الوحيد العربي فيها والباقي كله سويديين، ما فصلوني حطوني مثلا بمخيم او بغرفه صغيره او لا. طبعا بحطوك بمخيم مؤقتا بس لحتى يفرزوك بعد ما تاخذ اقامه، ولكن بس تاخذ اقامه انتهى الموضوع. الفلسطيني صار له 60 سنه بلبنان عايش ذل، ومع هيك تلاقيه ما بيحكي وبروح بيشتغل وبيشتغل بظروف سيئه جدا بدون يكون ضمان او تامين وساكت. بس تلاقي الشعب اللبناني للاسف قسم كبير منهم، انا ما عم بعمم، ولكن بصراحه هي موجوده عند الشعب اللبناني كثقافه. بحب يشوف حاله اللبناني، ما بعرف ليش. انا لبناني بشوف حاله بس على الجنسيه، بدون انجاز، بدون اي شيء. يا فلسطيني بسبك، يا سوري بسبك، يا مصري. عيب عيب. فهاي مشكله موجوده عندكم بالشعب اللبناني بالثقافه. رجاء اوعوا، عم نحكي لكم الحكي لحتى تفيقوا شوي، تفيقوا على الصدمه، تفيقوا على الواقع اللي موجود بلبنان اليوم. لبنان وضعه بيخزي، وبعدكم بتشوفوا حالكم ما بعرف ليش. اهدوا شوي وهيك، يعني استوعبوا الواقع اللي حواليكم، كيف الحياة عم تتغير. الإنسان لازم ما يشوف حاله، بس إذا بده يشوف حاله يشوف حاله على الأقل بإنجاز، بشي سواه، بشي حلو قدمه للبشرية، مش بس بجنسيته إنه أنا والله لبناني وأهلين. يعني وهي كلمة فينيقي، شو حتعمل كلمة فينيقي؟ يعني مش عارف من وين بعدكم جايبين لي إياها. بعرف إنه في بعض رح يقول لي هلا إنه والله ما هو الفلسطينيين أو السوريين والله خربوا بلبنان زمان وعملوا. بدي أرجع أذكركم الأمور اللي صارت بالتاريخ بلبنان أمور خاصة بالأنظمة بالسياسة مش بالشعب. يمكن النظام السوري والنظام الفلسطيني خربوا بلبنان أو وسخوا بلبنان، ولكن مش الشعب الفلسطيني ولا الشعب السوري. الشعب الفلسطيني ياتو صار له 60 سنة ساكن عندكم محترم وبيشتغل وراضي يعني مثل ما قلت قبل شوي بالذل، يعني وبالظروف حياة سيئة جدا جدا جدا، بيوت لازقة ببعضها وبيوت صغيرة والصرف الصحي والبلاوي يعني، وراضيين وساكتين وبتلاقيهم عايشين وكذا. نفس الشيء السوري، عم الشعب السوري هذا ما هو نفسه اللي عم اللي صار له عندكم هلا كم سنه بلبنان وراضي بقليله وعم بيسكت وبيشتغل وبيبني وبيحاول يعمل خيمه بس يتدفى فيها. هذا الشعب نفسه يلي بحرب ال 2006 استقبل الشعب اللبناني، مش استقبلكم الشعب السوري، استقبلكم وحطكم ببيوته وترككم تعملوا اللي بدكم اياه. هذا نفسه الشعب يلي انتم هلا عم بصير فيه عنده عم يتعرض لهذا النوع من الاذلال بلبنان للاسف. فهذا نفس الشعب. إذا أنتم بدكم تلوموا لوموا الأنظمة، وهي الأنظمة اللي أنتم هلا عم تدوقوا الويل تبعها وعم بتقدسوها للأسف. راح أحكي عنها هلا بالنقطة الثانية. العادة الثانية اللي بدي أحكي فيها كمان سيئة جدا بالشعب اللبناني للأسف، بثقافة الشعب اللبناني، هي التذلل للأجنبي. وشوفت الحال، بنشوف الشعب اللبناني على المصري وعلى الفلسطيني وعلى السوري بتلاقيه بذلهم وبسبهم بجنسيتهم، بينما بنشوفه لما يجي واحد أجنبي بتلاقوا بيجوا من تحت واهلا وسهلا وبيعطوه بيفتحوا له مثل ما بيقولوا صدر البيت وبيقدسوه.
شفنا لما ماكرون اللي هو رئيس فرنسا اللي هي كانت طول عمرها تضرب لبنان وتذل لبنان، واصلا ثلاث ارباع اذا مش كل مشاكل الشعب اللبناني اصلا اساسها فرنسا او النظام الفرنسي او المنهج الفرنسي اللي عم بيعلموه بلبنان. شفنا كيف بس اجى ماكرون كيف الناس تصرخ له والبنات يعبطوه كانه امير جاي على حصان ابيض جاي بده يحرر لبنان، مع انه هو سبب خراب لبنان اصلا يعني. بس للاسف عندنا هاي الشغلات بلبنان، بيقولوا كل شيء فرنجي برنجي، بيقولوا انه والله كل شيء اجنبي ممتاز. للاسف حتى هن كانوا بيحاولوا يحكوا فرنسي ويحكوا انجليزي وانه على اساس انه بهاي الطريقه هن انه هن بيصيروا شيء مميز يعني. هذا شيء عيب، لازم تفخر بجنسيتك وتفخر بشعبك وبلغتك وبتاريخك. بالنهايه لبنان بلد عربي، هو منطقه اصلا، لبنان مش بلد اصلا، لبنان منطقه، منطقه موجوده بهاي المنطقه العربيه كلها، كلياتنا دوله واحده، دوله كبيره. لظروف معينة لا بالتاريخ سايكس بيكو قسموكم لحدود وصرتوا دولة، دولة صغيرة. هذا الشيء ما بيعني انكم تتعنصروا على غيركم وتتكبروا على غيركم، مع انكم انتم دولة كتير صغيرة، ما عندكم شيء اصلا، لا دولة كتير كتير صغيرة يعني لبنان. يعني لبنان ما له خلاص اذا بعد عن محيطه الحقيقي من العربي والاسلامي. انتبهوا كتير عن جد. بنشوف اللبناني للاسف يعني حتى لما نلاقيه عايش برا باوروبا وكذا، بتلاقيه عايش مثلا بيكون بيشتغل شغل بسيط جدا جدا جدا، او بيكون ما بيشتغل اصلا، قاعد على الدوله على السوسيال وما بياخذ فلوس من الدوله وما بيعمل شيء. بنشوفه عفوا لما يسافر على بلده بيشتري ثياب نظيفه وثياب جديده وكذا، وبينزل بيعمل حاله انه هو شيء مميز وبصير يشوف حاله على الناس وبصير بيقول لهم شغلات طبعا معظمها كذب او انه بيخترع شغلات، انه هو انسان مميز برا وبيشتغل ومعه فلوس وعايش بقصر وما بعرف شو. بنلاقي الشعب اللبناني بيصدقه بس لانه هو جاي من برا. للاسف مشكله صارت موجوده بالشعب اللبناني، لازم تتخلصوا منها، وما بتتخلصوا منها غير بالفكر وبالوعي وبالقراءه وبالثقافه. افهموا بقى عيب الانسان يميز نفسه بس لانه بجنسيته. يعني ما تزعلوا مني في شغله بدي اقول لكم اياها، انا في موقف صار قدامي مره، اقسم بالله قدامي، شخص لبناني واقف فعم بيحكوا معه ناس قدامي، فبيقولوا له انه انت هيك تعرفوا عليه يعني انه شافوه بمكان يعني، فبقول له بس عرفوا انه لبناني، فقالوا له اه والله ما عرفنا انه انت، لما فكرناك سوري. فهو اتضايق انه قال انه يعني كيف شو يعني فكرتني سوري، انه كانه هاي شتيمه او مسبه. ليش؟ يا حبيبي ما هو اللبناني والسوري والفلسطيني، ما احنا كلياتنا جنسيه واحده، والمصري. افحصوا الدي ان اي تعيد اي انسان ساكن بهاي الدول، راح تلاحظوا انه الدي ان اي مخلط مخلط، حتلاقي 40% منك مصري و30% سوري و20% فلسطيني. انا قدامكم انا مثال، انا جدودي من مصر من الصعيد، وبعدين انتقلت عائلتنا للشام ولفلسطين ووصلت للسعوديه وللخليج. فما يعني شو يعني انه انا فكرتك سوري باجي بزعل؟ ليش بدك تزعل حبيبي؟ ليش؟ مش فاهم شو مسبي يعني، او فكرتك فلسطيني بيجي بتضايق، او بتلاقي يمكن فلسطيني اذا بتقول له فكرتك لبناني بتلاقيه مثلا بينبسط مثلا، او اذا كان فلسطيني جاهل يعني، او مثلا والله ما عرفتك عربي فكرتك سويدي مثلا بتلاقيه بيفرح. عشو بتفرح حبيبي؟ مش فاهم حبيبي، الجنسيه ما لها دخل، العزه مش بالجنسيه، العزه فيك انت بشخصيتك بانت مين انت كشخص، شو بتعمل شو بتسوي بحياتك، شو مقدم لهالبشريه. هذا الشيء اللي فيك تفخر فيه، تفخر فيه بس مش تشوف حالك. اخر شيء بدي اختم فيه وبرجع بقول ما تزعلوا مني، والله العظيم عم بحكي هالمقطع من قلبي، والله العظيم والله مشكرهم يا عمي، انا الشعب اللبناني على عيني وعراسي من فوق، ولكن في مشكله حقيقيه موجوده بالمجتمع لازم تنتبهوا لها، لازم تنتبهوا لها. الشيء اللي بدي اقول لكم اياه اليوم انا هو تقديس الزعماء، هاي العاده الثالثه السيئه بلبنان، تقديس الزعماء السياسيين والطائفيين. لبنان اليوم عايش ملوك طوائف، تذكروا ملوك الطوائف بالاندلس نفس الشيء. يعني لبنان اليوم وضعه سيء جدا، عندك سرقات، عندك جرائم، عندك مشاكل بالمجتمع، عندك فقر، الليرة مضروبة جدا، عندك الزبالة بالشوارع، عندك تلوث. يعني عم اقرا تقرير من فترة حطوه يمكن على طوني خليفي للنشر، فحصوا البحر بلبنان، كل البحور بلبنان معظمها اذا مش كلها فيها تلوث، فيها شو كان الكلمة، انبات كثيف للبكتيريا، يعني انبات كثيف للبكتيريا، يعني البحر ملوث كله، والزبالة بالشوارع والطرقات مكسرة وفساد وسرقات من الحكام والسياسيين يعني بلبنان صدقا يمكن بتموت على موقف سيارة، ما بتعرف مين هو المسلح ومين مش المسلح. كل هاي المشاكل عندهم وبعضهم بيشوفوا حالهم، وبعضهم بتعنصروا، وبعضهم بيقول لك انا لبناني مش ملاقي اكل، براد وفاضي، وانا لبناني.
يا حبيبي احترم حالك، اوعوا اوعوا بدكم تشوفوا حالكم، غيروا بلدكم، زبطوا بلدكم، عاملوا الناس بالمنيح، ساعتها اقول لي انا والله لبناني، يقول لي انا والله سويسري، انا والله سويدي، لاني والله بلدي رائعه، بلدي نظيفه، بلدي مميزه، بلدي فيها نمو اقتصادي، متطورين، خدمات، بنرعى كل البشر، ما في عندنا تمييز، الكل يعني ما حدا بيموت على باب المستشفى، الرعايه الطبيه مجانا، ساعتها بقول لك حقك تشوف حالك. لازم نوعى، يعني بدي احكي هيك بقصص، قصه هيك قال لي اياها شخص لبناني، يمكن هي تكون مش مزبوطه، هي قصه بسيطه ولكن بتوقع انها مزبوطه على الشيء اللي عم نشوفه بلبنان. طبعا ما بدي احكي على وضع المسلمين بلبنان، ويمكن بنشوف بنسب ربنا سبحانه وتعالى ما بيزعلوا، بس لما ينسب زعيمهم بطائفه معينه بتلاقيه بينزلوا بيكسروا الشوارع بس بدي احكي على شغله، قصه قال لي اياها شخص عن عن وحده مسيحيه، يعني ختياره مسيحيه، فبقول لي انه راح لعندهم مره فلقى حط صوره المسيح وحط صوره عون، عون اللي هو كان قبل ما يكون رئيس جمهورية، كان هو رئيس حزب يعني، بعدين هلا صار هو رئيس الجمهورية. فبقول لي فتت لعندها فعم بقول له انه انت كيف، ليه انه ما حلو تحط صورة عيسى المسيح جنب صورة عون، انه مش ظابطة. قامت له معك حق، تصدق معك حق، بقول لي طلعت وشالت صورة المسيح وضبطها، خلت صورة عون. تشوفوا لوين يعني، يمكن هاي القصة تكون ما بعرف اذا مزبوطه ولا لا، ولكن هي قصه بسيطه ولكن عن جد بتمثل الواقع اللي عم يصير اليوم بلبنان. خربوا لهم بلدهم، شفتوا الانفجارات، تدمير، اغتيالات، لبنان صار فيه اغتيالات يمكن اكثر من كل الدول العربيه، فقر، جوع، شو ما بدكم موجود بلبنان، وبعضهم بقدسوا هاي الطبقه من السياسيين، وهي نفسها حاكمه من 30 40 سنه، ما تغيرت من 30 40 سنه، بعدها حاكمه، وبعضهم بقدسوها وبعضهم بيعملوا اللي بدهم اياه هدول الناس للاسف. وبعد هذا كله، بعد كل هاي الظروف الصعبه، بعد بيرجعوا بيتعنصروا، وبعضهم بيشوفوا حالهم على باقي الشعوب، وبعضهم بشتموك بجنسيتك. انا ما شفت شعب عربي او مسلم، يعني ما شفت لا بتونس ولا بالجزائر ولا بالمغرب ولا بمصر ولا بسوريا، سوريا معروف كيف كانت مفتوحه للجميع، ومصر شفناها كيف لهلا بعد مفتوحه للجميع. ما بصير تسبوا ناس بجنسيتهم. وطبعا ما بدي احكي على موضوع اخطر من هيك، اللي هو موضوع الخادمات. عم تسمعوا بالاخبار قديش في خادمات اثيوبيات وبنغلاديش وسريلانكا قديش عم بيعانوا من سرقات، ما بيعطوهم رواتبهم، بيذلوهم، بيتعرضوا للاغتصاب، مشاكل قد ما بدكم، بس لانه والله هو سريلانكي وهي سريلانكيه، ويا اثيوبي ويا حبشي. عنصريه موجوده بلبنان، ما لازم نسكت عنها. الوضع ما بنسكت عنه، بلدكم رايح على مصيبة، على خراب، على كارثة، وضع لبنان عمي بيغزي، بيغزي كليا، ما حدا عم يروح بيزور لبنان أصلا يعني. انتبهوا، اوعوا، فيقوا، غيروا من حالكم قبل ما يفوت قطار التغيير، والله العظيم لبنان رايح على أزمة كبيرة، انتبهوا، خلوا ناس تحبكم على الأقل، خلوا حدا يوقف معكم، وإذا ما في ناس توقف معكم، على الأقل خلوا ربنا يوقف معكم يكون راضي عنكم. الشيء اللي عم بيصير بلبنان اليوم وضعه لا بيرضي لا إنسان ولا بيرضي رب العالمين. ان شاء الله ما تزعلوا مني، هالكلام لازم اقوله، لازم يكون في صراحه بيناتنا، واي شعب عربي عنده ازمات لازم نحكي عنها، وهذا حق. ديروا بالكم حالكم، بشوفكم ان شاء الله بالمقطع الجاي، مثل ما قلت ان شاء الله اليوم بالليل او بكره راح اعمل لكم المقطع تبع لقاحات كورونا، وراح اخبركم عن اخر المستجدات اللي عم تصير عندنا بالسويد لحتى نقارنها بالدول تاعتكم. ديروا بالكم حالكم، كان معكم خالد، بحبكم كثير زي العاده، السلام عليكم.